خلال هذه الحصه سوف اخصصها لاول نشاط خاص بالدعم لماده التاريخ الجغرافيه، وعنوانه المفاهيم والمصطلحات الوارده في الاطار المرجعي الخاص بالمجزوءه الثانيه لماده التاريخ الجغرافيه. دائما بالنسبه للمستوى الثاني بكالوريا اداب والثاني بكالوريا علوم انسانيه. اذا فيما يخص التاريخ لدينا مجموعه من المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمادة التاريخ. أولى هذه المصطلحات وهي القطبية الثنائية. بالنسبة للقطبية الثنائية فقد استمرت ما بين 1947 إلى غاية 1989، وهو تاريخ سقوط جدار برلين. خلال هذه المرحلة انقسم العالم سياسيا وإيديولوجيا إلى معسكرين، معسكر شرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي ومعسكر غربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك انقسام عالمي على المستوى السياسي وعلى المستوى الإيديولوجي. ثم المصطلح الثالث أو المفهوم الثالث، الحرب الباردة. المقصود بالحرب الباردة هي حرب تهديدات، حرب إعلامية دون الوصول إلى المواجهة العسكرية المباشرة. وهذه الحرب هي التي ميزت العلاقات الدولية أو العلاقات خاصة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي طيلة الفترة ما بين 1947 إلى سنة 1989، وهو تاريخ انهيار جدار برلين. فهي حرب لا تصل إلى المواجهة المباشرة بين العظميين، إنما هي حرب تهديدات إعلامية، حرب استعراض القوة. وهذا ما نجده على سبيل المثال ما بين الهند وباكستان حاليا. إذا هناك حرب باردة بين هاتين الدولتين. ما نجده على سبيل المثال كذلك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فهناك حرب تهديدات، حرب استعراض القوة، حرب إعلامية، ولكن دون المواجهة المباشرة. المصطلح الثالث الذي نجده كذلك في مركزي، يعتبر من هذه المصطلحات مركزية للوحدات الدراسية التي الخاصة بالمجزوءة الثانية، هناك التعايش السلمي، وهي المرحلة الممتدة ما بين 1963 إلى غاية 1979. إذن خلال هذه المرحلة توصل العظميين يعني أمريكا والاتحاد السوفيتي إلى قناعة بأن المواجهة العسكرية ليست في صالحهما، وأن حل القضايا بالطرق السلمية هي الأفضل ما بين العظميين. إذا هذه الفترة تميزت بالدخول في مفاوضات لحل الخلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. لكن هذه المرحلة انتهت سنة 1979، وهو تاريخ إقدام الاتحاد السوفيتي على غزو أفغانستان. المصطلح الآخر وهو تصفية الاستعمار. إذن هذا المصطلح ظهر هذا المصطلح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهدفه هو إنهاء جميع أشكال الاستعمار في العالم ومحي المستعمرات استقلالها، ومعظمها كانت تتواجد بآسيا وبإفريقيا. ثم العالم الثالث، إذن المقصود بهذه العبارة الدول
التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. إذا العالم الثالث، جميع الدول التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، ومعظم هذه البلدان في آسيا وإفريقيا أطلق عليها العالم الثالث. هذا المصطلح حاليا قد تراجع تداوله، ويمكن تقسيم العالم حاليا على النحو التالي: هناك دول الشمال الغنية، أمريكا وأوروبا واليابان، دول الجنوب النامية التي تنتمي إليها الدول العربية، وبينهما القوى الصاعدة التي ستكون لها الكلمة في القرن 21 كالبرازيل والهند على سبيل المثال. إذن هذه العبارة الآن أصبحت ربما غير صحيحة في الوضعية التي يعيشها العالم حاليا في القرن 21. حركة عدم الانحياز، إذن هذه الحركة اتخذت موقف الحياد. إذن هذه الحركة تضم هذه الحركة العديد من الدول التي فضلت الحياد خلال الحرب الباردة. إذن مجموعة من البلدان فضلت الحياد في الحرب الباردة، يعني بعبارة أخرى أنها لم تنضم لا إلى الاتحاد السوفيتي ولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال يوغوسلافيا، على سبيل المثال الهند، هذه كلها بلدان اتخذت موقف الحياد خلال الحرب الباردة ما بين العظميين. هناك مصطلحات أو مفاهيم ومصطلحات أخرى سنتعرف عليها. المصطلح الموالي وهو النظام العالمي الجديد، ثم القطبية الواحدة، إذن فيما يخص النظام العالمي الجديد، هو نظام الذي ساد العالم بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991. إذن هذا ما يعرف بالنظام العالمي الجديد، نظام ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991. ولكن حاليا يمكن أن نقول بأن العالم متعدد الأقطاب، يعني لم يعد هناك قطب أمريكي أوروبي هو الذي يهيمن على العالم، فهناك القطب الصيني، القطب الروسي، فنحن العالم الذي نعيش فيه حاليا هو عالم متعدد الأقطاب. إذن في المصطلح الثاني وهو القطبية الواحدة، إذن المقصود بهذه العبارة الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية كبريطانيا على سبيل المثال، والتي تفرض هيمنتها على العالم على جميع المستويات. إذن القطبية الواحدة، وكما قلت لكم حاليا ابتداء من القرن 21 لم تعد فقط الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية كفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي التي تتحكم في العالم، وإنما هناك أقطاب أخرى موازية لا تقل قوة: القطب الصيني الذي أظهر قوته يعني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، القطب الروسي كذلك، أو دولة روسيا الفيدرالية، فهذين البلدين يمثلان قطبين لا يقلان أهمية عن القطب الأمريكي الأوروبي. هناك مصطلح آخر، هناك الحركة مصطلح آخر وهو الحركة الوطنية، ثم استكمال
استكمال الوحدة الترابية. إذا فيما يخص الحركة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالمغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو بلدان المشرق العربي، إذا نجد في أن هذه البلدان خلال الفترة الاستعمارية برزت عبارة هذا التكتل المعروف باسم الحركة الوطنية. الحركة الوطنية هي التي قادت البلدان المستعمرة التي خضعت للاستعمار للحصول على الاستقلال. فعلى سبيل المثال، الحركة الوطنية المغربية كان على رأسها مجموعة من القيادات الشابة المثقفة، والتي كانت تحصل على دعم كبير من طرف معظم سكان المغرب سواء في البوادي أو المدن. فهذا ما يطلق عليه اسم الحركة الوطنية. إذا الحركة الوطنية هي عبارة، هي التي قادت النضال ضد المستعمر، ويقودها مجموعة من الشباب المثقفين، والذين كانوا يحصلون كما قلت على دعم كبير من طرف السكان سواء بالمدن أو البوادي. استكمال الوحدة الترابية، إذا تمت هذه العملية ما بين 1956 إلى غاية 1979. إذا حينما حصل المغرب على استقلاله سنة 1956، ظلت مجموعة من المناطق المغربية خاضعة للاحتلال الاستعماري إما الفرنسي أو الإسباني، وخاصة الإسباني. وقد استمرت هذه العملية ما بين 1956 إلى غاية 1979. إذا تم خلالها استرجاع منطقة طنجة الدولية، أنها ذات طابع دولي، أن جميع القوى الاستعمارية كان لها موطئ قدم في هذه المدينة، إذن طنجة الدولية، ثم طرفايا، منطقة طرفايا، ثم منطقة طرفايا، ثم منطقة طرفايا، إضافة إلى منطقة سيدي إفني وإقليمي الساقية الحمراء، ووادي الذهب. إذا الساقية الحمراء تم استرجاعها سنة 1975 بفضل المسيرة الخضراء، وإقليم وادي الذهب تم استرجاعه سنة 1979. إذا هذه المصطلحات المركزية بالنسبة للوحدات الدراسية الخاصة بالمجزوءة الثانية، وهذه المصطلحات والمفاهيم هي الموجودة كذلك في الإطار المرجعي الخاص بمادة التاريخ. بعد ذلك سننتقل إلى المفاهيم والمصطلحات الواردة كذلك في الإطار المرجعي الخاصة بالمجزوءة الثانية، ولكن المتعلقة بمادة الجغرافيا. فيما يخص المفاهيم والمصطلحات الواردة في الإطار المرجعي الخاصة بالمجزوءة الثانية لمادة الجغرافيا، فأبرز أو أهم هذه المصطلحات قوة اقتصادية عظمى. إذن تطلق هذه العبارة تطلق هذه التسمية على أكثر القوى أو أكثر الاقتصاديات العالمية قوة، كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وبريطانيا، ثم اليابان إلى آخره. إذا هذه قوى اقتصادية عظمى التي تبقى لها الكلمة الأولى في الاقتصاد العالمي. قوة فلاحية
هو فلاحيا وهي البلدان وهي البلدان المصدرة للغذاء على الصعيد العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ثم كندا وروسيا إلى آخره. هناك كذلك البرازيل. إذن قوة فلاحية هي البلدان التي تصدر الغذاء، تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر، فيطلق عليها قوة فلاحية. إذن على رأس البلدان أمريكا التي تمتلك أقوى فلاحة في العالم، فرنسا التي تمتلك كذلك أقوى فلاحة على الصعيد الأوروبي، إضافة إلى كندا وروسيا. قوة صناعية هي البلدان، هي الدول الأكثر تصنيعاً في العالم، وتعد بمثابة معمل للعالم. معمل للعالم. كالولايات المتحدة الأمريكية والصين ثم اليابان. إذن هذه البلدان في أثناء تصنيعها لا تصنع فقط للبلد أو للقارة، وإنما تصنع للعالم، لذلك تطلق عليها اسم معمل للعالم. إذن بالنسبة للصين لا يخلو منزل من منتوجات صنعت في الصين. إذن يكاد يعني جميع بلدان العالم، سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية أو لا دول غنية أو فقيرة، تجد في منازل شعوبها منتوجات صنعت في الصين. فالصين بامتياز هي ثاني أكبر معمل للعالم بطبيعة الحال بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ابتداء من 2030 حسب مجموعة من الدراسات يمكن أن تكون الصين أول قوة اقتصادية على الصعيد العالمي. دراسات قام بها خبراء اقتصاديين، خبراء في البورصة، سياسيين، مفكرين، كلهم أجمعوا أن ابتداء كأقصى حد 2030 ستكون الصين أول قوة اقتصادية على الصعيد العالمي. قوة اقتصادية بطبيعة الحال وقوة تجارية. إذن قوة تجارية كبرى هي البلدان، هي الدول التي تسيطر أو التي تتحكم في نسبة مهمة من التجارة الدولية. إذن حينما نقول الصين وأمريكا، فهذين البلدان يسيطران على ما يقارب 40% من التجارة العالمية أو أكثر من ذلك تبع للسنوات. إذن هذين البلدين فهما يعدان من أكبر القوى التجارية على الصعيد العالمي. ثم هناك مصطلحات أخرى كذلك سنتعرف عليها. إذا المصطلح الموالي التأهيل البشري. بعد ذلك قوة، المصطلح الموالي قوة اقتصادية صاعدة، والمصطلح الآخر تفاوت في التنمية. البشرية. إذا فيما يتعلق بالتأهيل البشري، أي بلد أراد أن يتطور وأن يحقق إنجازات كبيرة جدا في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومختلف المجالات، يجب عليه تأهيل العنصر البشري. إذا العنصر التأهيل البشري يعد المحرك أو المصدر الرئيسي للكفاءات
للكفاءات العلمية والتقنية التي تستفيد منها مختلف القطاعات الاقتصادية. مثلا لدينا مثالين رئيسيين ولا مثالين جيدين في هذا الجانب هذا، وهي اليابان. المثال الأول وهو اليابان، والمثال الثاني كوريا الجنوبية. فاليابان وكوريا الجنوبية استطاعتا تحقيق معجزة اقتصادية بالاعتماد على العنصر البشري، لأن اليابان وكوريا الجنوبية لا تتوفران على ثروات معدنية أو طاقية أو أراضي صالحة للزراعة، فاستطاع بناء قوة اقتصادية ومعجزة اقتصادية بمختلف المعايير اعتمادا على التأهيل البشري. ثم هناك قوة اقتصادية صاعدة وهي البلدان التي حققت نتائج جيدة على المستوى الاقتصادي في السنوات الأخيرة كالبرازيل على سبيل المثال. إذا البرازيل يعد من القوى الصاعدة، الهند كذلك تعد من القوى الصاعدة، تركيا كذلك يمكن اعتبارها بأنها من القوى الصاعدة. لكي تكون من القوى الصاعدة والبلدان الصاعدة يجب أن تحقق نسبة نمو مرتفعة على الأقل 10 سنوات. إذا حقق بلد معين نسبة نمو مرتفعة يعني أكثر من 6% لمدة تصل إلى 10 سنوات، فإذاك يتحول ذلك البلد إلى قوة صاعدة. إذا هناك مجموعة من المؤشرات لتحديد البلد الذي ينتمي إلى هذه الفئة. ثم هناك تفاوت في التنمية البشرية. إذا التنمية البشرية هو معيار أساسي. إذا التنمية البشرية أو لا تعد التنمية البشرية من الأحسن تعد التنمية البشرية أحد المعايير المهمة لتصنيف البلدان. لكي أقول بأن هذا البلد ينتمي إلى دول الشمال أو دول الجنوب، هناك معايير. المعيار الأول هو التعليم، مستوى التعليم، مستوى الصحة، ثم الدخل الفردي. إذا هناك 3 مؤشرات أساسية لكي أفرق بأن هذا البلد ينتمي إلى دول الجنوب أو لدول الشمال الغنية أو لدول الجنوب النامية أو القوى الصاعدة. إذن تصنيف البلدان، ويعتمد هذا المؤشر أو لو يرتكز هذا المؤشر أحسن ويرتكز هذا المؤشر على 3 نقاط، وهي مستوى التعليم، لأن التعليم هو الذي يعطي لنا التأهيل البشري. إذا كان التعليم راقي فإنه يعطي لنا طاقة بشرية مؤهلة. حينما تكون الطاقة البشرية مؤهلة تستفيد من الفلاحة والصناعة والتجارة وجميع القطاعات، حتى المجتمع يستفيد منها. إذا مستوى التعليم فصلة، مستوى الصحة، ثم الدخل الفردي. إذا فهو مؤشر مهم جدا لتصنيف البلدان. إذا هذا كل ما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات الواردة في الإطار المرجعي الخاص بالمجزوءة الثانية لمادة التاريخ والجغرافيا، وموعدنا في النشاط الثاني للدعم الخاص بالرسوم المبيانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.